يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد قد جمعوا صلاة العصر بالأمس مع صلاة الجمعة، فما الرأي في هذا الجمع؟ وإذا كان الجمع باطلاً فهل على من جمع أن يعيد صلاة العصر مرة ثانية؟ هذا صدر فيه فتوى من في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صدر فتوى في أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وأن من فعله يعيد الصلاة، واللي يريد الفتوى يجي لدار الإفتاء ويأخذ صورة منها. نعم.